تشهد عيادة الدكتور سعدوني علي ياسين بولاية بشار إقبال المرضى من عديد الولايات للتداوي بسم النحل بعد أن تمثل العديد للشفاء إثر مداومتهم على حصص للسعات النحل داخل هذه العيادة. عبد الوهاب حدبي. هم مرضى قدموا من عدة ولايات بعدما سئموا من الأدوية الكيميائية، فلجأوا إلى عيادة الدكتور سعدوني علي ياسين بولاية بشار للتداوي بسم النحل، والسبب يعود إلى تماثل العديد من المرضى للشفاء إثر مداومتهم على حصص لسعات النحل داخل هذه العيادة. لسعات النحل محتوى تاعها سم النحل، سم النحل اللي يتكون من مادة المواد فيه الكورتيزون الميليتين وفيه مضادات حيوية. بون هنا الشخص هذا السيد هذا كان مصاب على مستوى اليد نتاعه، كانت الاصابع تاعه كانوا يرقدوا، تلقى من عندنا جلسات والحمد لله راهم لاح باذن الله. الدكتور علي ياسين يقول بانه تمكن من علاج العديد من المرضى المصابين بامراض مستعصيه. الاخ هذا جانا من ولايه وهران مصاب بداء السكري، بعد ما تلقى العلاج على شكل لسعات نحل على مستوى البنكريا ترونوفلا، البنكريا الخلايا هذيك نشطت ولا يفرز مادة الأنسولين. كنت عندي العجز الكلوي وكنت نعالج في وهران، نمشي ونجي، بصح ما دايما الكرية طالعة لي، واليوم الحمد لله من تبعته راني مليحة الحمد لله. كنت مشى، كنت غير بالعصا، هيا نهار اللي جيته كي شافني كيما هكذا الحمد لله يا ربي لك الحمد. اول سيونس داره لي قصت العصا كاع. انا العرو كانوا عندي مكمشين وبفضل هو وفضل ربي راني لاباس عليا، راني نتمشى، كنت الخطوه ما نطيقش نرميها. وتشهد عياده الدكتور علي ياسين اقبالا كبيرا من المرضى من داخل وخارج الوطن، خاصه بعد نجاحه في علاج احدى العائلات الحاكمه بالسعوديه خلال تاديته لمناسك العمره وكذا التعريف بهذا العلاج من خلال كتابه فوائد السم النحل.